وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات اليوم منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي. وارتفع رأس المال السوقي 2,300,000,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 762,753,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فارتفع مؤشر إي جي إكس 30 اليوم بنسبة 0.15% وأغلق عند 11,876 نقطة. أيضا ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 بنسبة 1.5% وأغلق عند 2,218 نقطة. أيضا امتدت الارتفاعات لإي جي إكس 100 الأوسع نطاقا وارتفع بنسبة 1.1% وأغلق عند 3,259 نقطة.